بدايتنا مع احتفال الجماهير الإيطالية بالفوز الذي حققه منتخبها 2-1 على حساب ناظريه الإنجليزية في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل. وأظهرت إيطاليا تفوقها على إنجلترا في المباراة، حيث تقدمت بعد مرور 35 دقيقة من بداية الشوط الأول بفضل هدف أحرزه كلاوديو ماركيسيو، لكن التقدم الإيطالي استمر دقيقتين فقط بعد أن انطلق وين روني ليرسل تمريرة عرضية، فشل الدفاع الإيطالي في إبعادها لتصل إلى دانييل ستاريج الذي حاول الكرة داخل المرمى من مدى قريب. ولم يدم التعادل طويلا، فبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني أحرز ماريو بالوتيلي هدفا ليقود إيطاليا للفوز على إنجلترا 2-1 يوم السبت في المجموعة الرابعة بالمونديال. ولجأت إيطاليا بعد الهدف الثاني إلى الدفاع للحد من هجمات إنجلترا الخطيرة بسبب فارق السرعة. وفي مباراة أخرى منع هدفان سريعان بضربتي رأس سجلهما ويلفريد بوني وغريفينيو الفوز لساحل العاج 2-1 على اليابان في المجموعة الثالثة بكأس العالم، ليبدأ سعي الفريق الأفريقي لبلوغ الدور الثاني لأول مرة بطريقة جيدة. وتأخرت ساحل العاج بهدف رائع سجله كيسوكي هوندا في الدقيقة 16، لكن دخول ديدييه دروغفا كبديل كان العامل المحفز لقلب الأمور رأسا على عقبة في الشوط الثاني، حيث سجلت ساحل العاج مرتين في 3 دقائق. وبعد الفوز باستاد برنامبوكو أصبح رصيد الساحل العاج 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بالتساوي مع كولومبيا التي هزمت اليونان 3-0 في وقت سابق يوم السبت. وتلتقي اليابان بعد ذلك مع اليونان يوم الخميس القادم حين تلعب الساحل العاج ضد كولومبيا. نختتم جولتنا مع تحقيق كوستاريكا أكبر مفاجأة في كأس العالم حتى الآن بتسجيلها 3 أهداف في الشوط الثاني لتعوض تأخرها وتفوز 3-1 على أوروغواي البطلة السابقة في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الرابعة يوم السبت. وتركت النتيجة طموح أوروغواي في كأس العالم في مهب الريح في واحدة من أصعب المجموعات في البطولة. وتلتقي أوروغواي بعد ذلك مع إنجلترا في ساو باولو، بينما تسافر كوستاريكا المبتهجة التي تجاوزت دور المجموعات في كأس العالم مرة واحدة إلى ريسيفي لمواجهة إيطاليا. ولم تتجاوز كوستاريكا دور المجموعات في كأس العالم منذ عام 1990 في إيطاليا، وفي آخر مشاركة لها في ألمانيا عام 2006 خسرت كوستاريكا مبارياتها 3 وتلقت 9 أهداف. رحاب علاء، رويترز.